بنجدد الترحيب بكل مشاهدينا ومستمرين معاكم في برنامج ملعب الابطال، وهنبدا اخبار العاب الجماعيه من منتخب مصر لكره اليد على الكراسي المتحركه، واللي بيحقق الفوز النهارده على منتخب تشيلي بنتيجه شوطين مقابل لا شيء في افتتاح مباريات المنتخب في بطوله العالم، واللي افتتحت النهارده طبعا في صاله حسن مصطفى بالسادس من اكتوبر ضمن مباريات المجموعه الثانيه، واللي بتضم البرتغال والهند، واللي ان شاء الله بكره هيواجههم منتخبنا ان شاء الله بكره. طبعا منتخبنا قدم مباراه قويه امام تشيلي النهارده ونجح في انهاء الشوط الاول بالفوز 9-8، وفي الشوط الثاني فاز منتخبنا بنتيجه 8-7. تالق عدد من لاعبي المنتخب الوطني في المباراه، كان على راسهم مجدي طلعت ومحمد حسب النبي. يمكن منتخبنا كان حقق المركز الثاني والميداليه الفضيه في اول بطوله، واللي كانت اقيمت في مصر عام 2022، وان شاء الله منتخبنا يقدر يحقق نتيجه ايجابيه وينافس على اللقب في البطوله اللي هتقام اللي مقامه حاليا ان شاء الله السنه دي. يمكن كاميرا ملعب الابطال كانت متواجده في مباراه المنتخب وتشيلي، تعالوا نشوف اللقاءات بعد المباراه ونرجع نستكمل حلقتنا. الماتش طبعا مش سهل خالص، البطوله يعني دي تاني مره اشارك في بطوله العالم للهاند بول كراسي متحركه. البطوله ديت طبعا تختلف عن البطوله اللي فاتت، البطوله ديت فيها فرق اقوى، يعني بيضاف ليها امريكا وبيضاف ليها منتخب فرنسا وبيضاف ليها منتخب البرتغال. بطوله مش سهله خالص 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 خالص. احنا كنا داخلين الماتش طبعا وعاوزين باي شكل من الاشكال اللي احنا يعني ان احنا نحقق الفوز، والحمد لله ربنا كرمنا وقدرنا نحقق ده الحمد لله. احنا بقى لنا شهرين بالظبط بدرب، انا مدرب فريق ومعايا كابتن وائل عبادي عبد العاطي المدير الفني، ومعانا دكتور عادل المسؤول على المنتخب. بقى لنا شهرين ما بنروحش بيوتنا، تمرين صباح وتمرين مسائي غير الجيم. عاوز اقول حاجه بس، بشكر الجمهور الموجود ده سبب النجاح النهارده، طعم الفوز ده بنديه للجمهور بصراحه ربنا. اللعيبه ادت اللي عليها، في ارهاق في ارهاق، لان في تحميل في جامد على اللعيبه. ان شاء الله نتمنى المستوى يطلع واحده واحده ونوصل للنهائي زي كل يعني زي كاس العالم اللي فات، ونفرح كل جمهور مصر، وان شاء الله احنا عيننا على الذهب. الحمد لله يعني ربنا كرمنا بالمباراه، كانت صعبه لان دي مباراه البدايه، وفي عدم توفيق النهارده من بعض اللعيبه، زائد ان معظم اللعيبه او معظم الفرق بتاخد الفيديوهات وبتقعد تقطعها وبتحفظ اللعيبه اماكن التصويب، فطبعا الموضوع كان صعب شويه بعد طرد كمان مجدي، المفروض ان هو اللعيب المميز عندنا بالتصويب. فالحمد لله يعني الولاد ما شاء الله قدروا ان هم يكملوا في المباراه، والحمد لله ربنا كرمناهم.